مرحبا أصدقائي، وياكم حارة المهندس. رجعنا اليوم ياكم بعرض لشقة في مجمع قايد الإنشاء. مثل ما نشوف أمامنا هذه البناية اللي فيها الشقة، شقة في الطابق الثامن، مساحة بحدود 80 متر، غرفتين نوم وصالون، في مجمع كامل الخدمات، مسبح خارجي، مولد، كذلك فيه صالة رشاقة، ساونا، فتنس، وأيضا في حدائق. واحدة من أفضل الشركات الموجودة في مدينة ألانيا شركة سونس كونستراكشن. طبعا الشقق الموجودة في هذا المجمع أغلبها بأسعار أعلى من السعر اللي راح أذكره، لكن هذه الشقة معروضة للبيع من صاحب الأرض مباشرة، الطابو مالتها جاهز، فمباشرة نقدر نحولها. هذه الشقة تقع في منطقة محمود لار، على بعد 150 متر من البحر، على بعد فقط 50 متر من شارع بربروس، في منطقة جدا حيوية في منطقة محمود لار، على بعد 11 كيلومتر من سنتر مدينة ألانيا. طبعا البناء لحد الآن ما مكتمل، بعد 4 أشهر راح يتم التسليم. راح أشوفكم صور 3D من داخل البناء، لما راح نقدر ندخل إلى داخل الشقة، كذلك راح أشوفكم تصوير من الدرون حتى تشوفون موقع الشقة بالضبط. السعر المطلوب لهذه الشقة، وهو السعر جدا ممتاز، هو فقط 140 ألف يورو، واللي هو يعتبر سعر جدا جيد لشقة بمجمع جديد في هذا الموقع. أتمنى إن شاء الله يا ربي راح يعجبكم هذا الفيديو، ابقوا يعني للنهاية، خليكم وياه. هذه أمامنا البناء اللي فيه الشقة، طبعا في الطابق الثامن من الجهة اللي تكون من جهة القلعة. هسه راح ندخل. طبعا المجمع فيه بنائين، واحد تابع للشركة، واحد تابع لأصحاب الأرض. هذا هو هنا شارع بربروس، 50 متر و150 متر عن البحر. هاي المنطقة كلها فيها أبنية جديدة، هذا هنا أيضا بناء جديد، وهذا البناء على البحر جيبيجي بناء جديد. طبعا الشقة راح تكون في مجمع كامل الخدمات، مثل ما نشوف أمامنا هذا راح يكون شكل المجمع. راح يكون فيه مسبحين منفصلين، فيه جراج سيارات، ساونا، فتنس، حمام، وأيضا مثل ما نشوف يعني العمارة موقعها جدا ممتاز، قريبة على سنتر منطقة محمود لار، 150 متر عن البحر، 11 كيلومتر أو 11 كيلومتر من سنتر مدينة ألانيا. طبعا مساحة المجمع أو مساحة الأرض الكلية هي 4200 متر. مثل ما نشوف الشقة مالتنا في هذا البناء، في الجهة الثانية في الطابق الثامن غرفتين نوم وصالون مع بالكون وكذلك مع حمام، بمساحة بحدود 80 متر. الطابو مالتها جاهز، بما يعني أنه مباشرة الشخص يقدر يحولها باسمه، وهذا البناء بحدود 3 شهور إلى 4 شهور راح يسلموه. هو كان المفروض يسلم في نهاية هذه السنة، لكن بسبب أنه أخذوا قطعة إضافية من الأرض اشتروها تأخر المشروع. مثل ما شفنا أمامكم هذه هي الصور، وشفنا صور الـ 3D. طبعا ما راح نقدر هسه نصعد لأنه حاليا أكو شغل في داخل المجمع، لكن هذا أمامكم الشكل. أتمنى إن شاء الله يا رب يعجبكم هذا الفيديو. أي سؤال استفسارتكم تواصلوا يعني، ويا رب إن شاء الله نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام. هذا أمامكم مثل ما نشوف المجمع يتكون من بلوكين، بلوك A وبلوك B. الشقة مالتنا في البلوك A. طبعا هذا المجمع يقع على بعد فقط 50 متر عن شارع بربروس و150 متر عن البحر في سنتر منطقة محمود لار. مثل ما نشوف أمامنا البناء يتكون من بلوكين مع كافة الخدمات اللي موجودة، وأيضا نشوف هنا التصوير الخارجي للشكل الخارجي للبناء. طبعا المجمع فيه مسبحين، كل مجمع فيه مسبح، بالتالي فيه مسابح أكبر، ونشوف فيه حدائق، أماكن جلوس، وهذا شيء ممتاز. وأيضا نشوف في ألعاب مائية كذلك، يعني في خصوصية أكثر إذا كان فيه مسبحين. في جراج خاص مثل ما نشوف مجمع النوفيتا ديلوكس، وأيضا هذا هو واحد من أشكال المسابح اللي راح تكون. كل بناء راح يكون فيه إلى مسبح خاص حتى يقلل من الزخم الموجود للمسبح. هذا هنا أمامنا صور للحمام التركي اللي راح يكون فيه داخل والمتضمن مع الخدمات، وهنا عندنا صالة الرشاقة، الفتنس المتكاملة، فيها العديد من الأجهزة وأيضا بمساحة ممتازة كذلك. منطقة ألعاب وغرفة ألعاب أطفال أيضا يوجد، وكذلك صالة ألعاب للكبار تتضمن مثلا طاولة بلياردو، وأيضا مكان للجلوس، غرفة جلوس أو ريسبشن مثل ما نسميه. هذا هو المخطط للخدمات اللي موجودة في البناء واللي تحتوي على كل الخدمات. وهنا راح يعطوكم شكل مختصر من الشقق، التشطيب الداخلي، يعني التشطيب صراحة مالتها أنا أحب مجمع النوفيتا لأنه دائما خدماتهم ممتازة، كذلك تشطيبهم وشغل بكواليتي عالي جدا. هذا اللي تشوفوه بالصور كله راح يكون بالحقيقة. شوفوا مثلا الحمامات، يعني هي هاي النقطة المهمة اللي لازم تنتبهون عليها، أنه الشركة لازم عندها مشاريع سابقة وأوفت بوعودها، بمثل التشطيبات اللي عملتها بالـ3D عملتها بالحقيقة، وهذه الشركة صراحة سوت هذا الشيء وأكثر. طبعا هنا نشوف هذه الكوليدور الأرضية، كذلك تشطيبات الحمام، يعني شيء ممتاز الصراحة.
وهنا أيضا هذا التقسيم الخاص في الشقق بمساحات 80 متر للغرفتين وصالون، وهذا هو الشكل الخارجي للبناء. أتمنى إن شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو.